السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، تلميذتي العزيزات، سبق لي درست معكم الحال، أرجو القناة والتمييز. اليوم عندنا الأمر والنهي. نحن نعلم أن الأمر هو طلب فعل الشيء، والنهي هو طلب اجتناب فعل شيء. الأمر دائما يكون أنني أطلب منك فعلا ما، أخرج، أدخل، اجلس، اقرأ، انتبه. مهم، هناك صيغ كثيرة لفعل الأمر، وهناك أدوات، كاين عندنا لام الأمر إلى آخره. مهم، هنا نقرأ المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، شوفوا إمتى كيكون الأمر وإمتى كيكون النهي. على هذا الأساس غادي يتم عملية مناقشة هذا الدرس. نقرأ الأمثلة هي الأولى، وبعد نستخرجوا الظاهرة اللغوية. قدم مشروعا متكاملا يتوخى تنمية الإنسان، فلتتضافر الجهود لتحقيق تنمية شاملة تعتمد على الذات. عليكم بتنمية الإنسان لأنه أساس كل تنمية بشرية، اهتماما بجهتك لتطوير القاعدة الإنتاجية من أجل تحسين الوضع المعيشي. سنكتشف على أن صيغة الأمر واضحة وفعل طلب الشيء واضح في الكلمات التالية. إلا شتي أمثلة ديال المجموعة الأولى، ولا شتي المثال الأول في الطائفة الأولى في المجموعة الأولى اللي هو قدم، إذا هذا المثال الأول يشتمل على فعل الأمر. هذا فعل الأمر الذي يطلب به حصول فعل لم يكن حاصل. قدم مشروعا متكاملا، قدم مشروعا متكاملا. إذا بقيتي كتأمل فيها مزيان غادي تشوف أنه يطلب به حصول فعل لم يكن حاصلا وقت الطلب، وإنما إذا كملتي جملة يتوخى تنمية الإن، هذا هو الغرض من هذا الطلب، يتوخى تنمية الإنسان. إذا أنت طلبتي واحد الطلب من أجل حصول فعل لم يكن حاصلا وقت الطلب، ملي كنت كنطلبك راه واحد الحاجة ما كايناش غير في المستقبل خاصها تكون، وهو تقديم المشروع المتكامل لتنمية الإنسان. ثم إذ أمعنت النظرة وجدت هذا الطلب على وجه الاستعلاء والإلزام، يعني قدم مشروعا، بحيث أب يتحدث مع ابنه، أستاذ يتحدث مع طالبه، رئيس مصلحة يتمثل مع يعني يأمر موظفه، وهكذا. إذا هنا الرؤية لهذا الطلب أن كاين واحد الفوق وكاين واحد التحت، يعني هنا معناتها بأن كاين واحد الاستعلاء، يعني كاين واحد فوق وكاين واحد مخاطب تحت أقل منه درجة يخاطبه. إذا هنا والمراد بالاستعلاء هو أن الآمرة، وهو في هذا المثال الرئيس المسؤول، في منزلة أعلى، وأن المأمور هو المخاطب في منزلة أدنى. إذا هنايا كنلاحظوا في هذه الأمثلة على أن أول شرط، يعني هذه بحال من شروط أو أغراض الأمر، عندنا الاستعلاء. إلى إذا هنايا إلى شفنا مزيان اش غادي نشوفوها حسب هذا الجدول، غادي يتضح لكم مزيان من خلال هذا الجدول. قدم مشروعا متكاملا، يعني قدم فعل امر، المعنى المراد طلب الفعل على وجه الاستعلاء والاستلزام، لان خطاب ما بين مسؤول وموظف مرؤوس والتابعين له، اب او ابن، اي مهم شي حاجه اعلى والاخرى ادنى. فلتتضافر الجهود، فلتتضافر فعل مضارع مسبوق بلام الامر. لاحظوا معايا ان ادوات فعل الامر، عندنا فعل الامر براسه اكتب، اخرج، ادخل، وعندنا حتى لام الامر. فلتتضافر الجهود، فلتقم الصلاه، يعني تنوجدوا حتى في القران الكلمه اللي كتسمى فعل مضارع مسبوق بلام الامر، هي من صيغ طلب فعل شيء ما، هي طلب الفعل على وجه الاستعلاء والالزام. يعني فلتتضافر الجهود، يعني كيكون واحد النقاش ما بين رئيس المجموعه وما بين الاعضاء، او كيكون واحد طلب من عند الله سبحانه وتعالى، امر واجب عليك القيام به، حتى هي كيكون فيها الاستعلاء والالزام، يعني ضروري.
عليكم بتنمية الإنسان، هذا عليكم حتى هي أمر، لكن هي اسم فعل أمر، اسم فعل أمر بمعنى إلزام. عليكم عليكم الانتباه إلى دروسكم حتى لا يسبقكم الزمن. يعني هي بحد ذاتها غير عليكم ككلمة صيغة منها، هي واحد اسم فعل أمر، هي اسم فعل أمر، طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، اهتماما بالأقطار العربية، يعني حتى مصدر نائب عن فعل الأمر، الاهتمام بحال اهتم يعني، ولكن هي اهتماما هي جات غير مصدر نائب عن الفعل الأمر بمعنى اهتم اهتماما، يعني طلب الفعل هي أيضا على وجه الاستعلاء. أشكال نستنتج من هذه المجموعة الأولى، نستنتج أن للأمر أربعة صيغ تقوم كل منها مقام الأخرى في طلب رفع، في طلب وقوع فعل من الأفعال على وجه الاستعلاء يعني العلو، والإلزام يعني ضروري واجب. وهذه الصيغ هي فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر، اسم فعل الأمر هل عليكم أو يجب عليكم، والمصدر اهتماما، المصدر نائب، المصدر النائب عن فعل الأمر. إلى مشيتي شفتي أربع جمل تشتمل كل واحد منها على صيغة الأمر من صيغ الأمر. إذا تأملت المثال الخامس، يعني هنا إلى نرجعوا للأمثلة باش داكشي يكون واضح، إذا تأملتي المثال الخامس واخفض جناحك إن منحت إمارة وارغب بنفسك عن رداء اللذات. إلا شتي لاحظتي وتأملتي المثال الخامس والسادس والسابع كتلقى واخفض قفا نبكي لامرئ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، ويا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة وسلمي. يعني هنايا هذه كلها كتدخل في إطار المجموعة الأولى. أشنو كيتضح لنا؟ يعني المجموعة الأولى فيها مثلا شي سبعة الأمثلة. إلا شتي المثال الخامس والمثال السادس والمثال السابع وجدت الأمر فيها لم يستعمل في معناه الحقيقي، وهو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى على وجه الاستعلاء، فقد دلت صيغة الأمر اخفض على الإرشاد. إذ ينصح أبو العتاهية من يتحمل مسؤولية أن يكون متواضعا ومبتعدا عن مهالك اللذات، وتلاحظ أن فعل الأمر في هذا البيت لم يقصد به طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ولكن قصد به الإرشاد والتوجيه. أما المثال السادس فالشاعر يوجه خطابه إلى من يساويه في المنزلة والرتبة، وذلك خرج عن معنى الحقيقي إلى المعنى المجازي وأفاده الالتماس. وفي الأمر السابع كذلك خرج عن معنى الحقيقي وأفاد التمني. أشكال نستنتج، نستنتج أن للفعل الأمر أربعة صيغ معروفة، هي فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر، واسم فعل الأمر عليكم، ونائب وطلب الفعل نائب مصدر نائب عن فعل الأمر، اهتم اهتماما، مصدر كنقولوا هنا اهتماما، مصدر كنعربوها مصدر نائب عن فعل الأمر، هذه صيغ عادية. لكن بعض المرات أن هذا ودائما من كتقرا هذه الجمل اللي فيها فعل الأمر وفيها مثلا فعل مضارع مقرون بلام الأمر، أو فيها اسم فعل أمر، أو فيها مصدر نائب على فعل الأمر، كنلقاو بأن إلا قريتي الجملة مزيان كتلقى أن الطلب فيها من الأعلى إلى الأدنى، فيها استعلاء وإلزام. لكن بعض المرات فعل الأمر كيخرج عن مقتضى، كيولي كيعني يا إما الإرشاد وإما التوجيه وإما الرجاء والتمني أو الالتماس. من خلال الأمثلة اللي عندنا الخامسة والستة والسابعة، إلا قريتي واخفض جناحك إن منحت إمارة، يعني هذا الإرشاد، يعني شي واحد إلا بغى يولي رئيس أو حاكم أو زعيم عليه أن يكون متواضعا، وارغب بنفسك عن الرداء، وخصك كل ما هو يتعلق بك شخصيا من ملذات أن تتخلى عنها لتنجح في إمارتك أي في حكمك أو في رئاستك. هذا إرشاد، يعني أنا أوجهك أو أرشدك إلى الطريق الصحيح لتنجح في مهامك. أو تاني مني قال امرؤ القيس قفا
قف أنا أبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول حوملي. أش كنقاو؟ كنقاو بأن الشاعر هنا لم يقصد به طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ولكن قصد به أنه وهو يعني امرؤ القيس بحاله بحال المحبوبة ديالو ليلى، يعني هو وياه في درجة واحدة، إنسان إنسان، عاشق ومعشوق، يعني كاين التساوي. أشنو كاين؟ كاين التساوي، ولكنه هو يخاطب نقفة كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، أنه يخاطب نفسه ويطلب منها ويلتمس منها أن تقف أمام الأطلال ليسترجع الذكريات، هنا التماس. ولكن إلى جينا يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة وأسلامي. أش نفهموا البيت؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة وأسلامي. هنا الشاعر اشنو يطلب؟ يعني خرج الامر عن معناه الحقيقي، وهنا الشاعر يطلب او يتمنى، عفوا هو لم يطلب فعل امر، لان هنا طلب الفعل الامر غير حقيقي، يعني خرج عن معناه الحقيقي، وانما افاد التمني. هو يتمنى ان اذا ما مر بجانب دار عبلة أن تخرج وتقول له، ترد عليه التحية وتسلم عليه، يتمنى يعني أمنية. إذن هنايا من خلال المجموعة الأولى نجد أن هناك صيغ فعل الأمر ويتحقق بها فعل الأمر، هي فعل الأمر المضارع المقرون بلام الأمر، وأيضا اسم فعل الأمر حل عليكم أو مصدر نائب على فعل الأمر. وبعض مرات كيخرج هذا طلب فعل الامر عن معناه الحقيقي، عن مقتضى الظاهر، وكيولي اما يفيد الارشاد والتوجيه او الالتماس او التمني. هنا نقراو الاستنتاج. الامر الذي يخرج عن معناه الحقيقي الى معاني اخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الاحوال يسمى امرا بلاغيا، وله معاني كثيره منها الدعاء والتخيير والتعزيز الى اخره. بمعنى تيلا طلب منكم ان استخرج من النص امرا بلاغيا، فهم انه ما هو فعل امر، ما هو مضارع مقترن بفعل بلام الامر، ما هو اسم فعل امر، ما هو نائب مصدر على فعل امر، وانما اما فيه التعزيز واما فيه التخيير واما فيه التمني واما فيه الارشاد واما فيه الالتماس. هذه المجموعه الاولى. اذا مشيتي مثلا المجموعه الثانيه اللي هي يا نقراوها. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، صدق الله العظيم، سورة الإسراء آية 110. لا تجهر بصلاتك، يعني هنا يا الله سبحانه وتعالى يأمرنا حينما نصلي، هناك بعض الركعات وبعض فروض الصلاة تكون الصلاة سرية ولا تكون جهرية، أي لا نرفع صوتنا ونحن نؤدي الصلاة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، بمعنيتها ما تغوتش وما تهطرش بشوية، إنما بين وبين. هنا كاين نهي ولا، ما كاينش أمر. المجموعة الأولى إلا فيها الأمر بصياغه أو من خلال سياق الكلام عبر قرائن، ولكن هنا عندنا أسلوب آخر من أساليب الخطاب هو النهي، يعني أنا أنهاك. لكن الأمر هو فعل طلبي، طلب فعل شيء، أما النهي هو اجتناب فعل شيء. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، معنيتها أن قال كعب بن زهير يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأخذني بأقوال، يعني ما تحكمش عليا بواحد الأقوال ديال الناس كذابين كذبوا باش يشوهوا ليا الصورة ديالي أمامك يا رسول الله، ولو في أشياء أنا لم أرتكبها ولو كان الأقاويل كثيرة. إذا اجتهد النهي أن كعب بن زهير يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول بأن مهما قيل في شأنه من أقاويل فهي كاذبة ولن تؤثر عليه، لأنه مؤمن إيمان عميق بأن شخصية الرسول هو الصادق الأمين النزيه الإنساني المجاهد المناضل الشجاع المقاوم من أجل إبلاغ الرسالة التي أمره بها الله سبحانه وتعالى. إذن
إذا تأملت في المثال الأول في المجموعة الثانية ولا تجهر بصلاتك، فقد طلب الله تعالى أن لا يجهر بالصلاة. وإذا تأملت هذا الطلب وجدته على وجه الاستعلاء، أي صدر ممن يوجد في مواقع أعلى، هو الله سبحانه وتعالى، إلى من هو في موقع أدنى، هو الإنسان الذي يلزم أن ينتهي عما نهاه الله عنه، وهو الصلاة بالجهر أو بالخفوت المبالغ فيها. وهذه الصيغة تسمى النهي، وتتكون من الفعل المدارع المقرون بلا الناهية الجازم. النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، للنهي صيغة واحدة هو الفعل المضارع المقرون بلا الناهية الجازمة. إذا بين صيغ النهي المراد منها في قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا، لاحظوا معي أن لا أداة ناهية وهي مقترنة بفعل مضارع، ولا تفسدوا لا ناهية وهي مقترنة. إذا صيغة النهي تخرج عن معناها الحقيقي، وهو طلب الكف عن الفعل وجه الاستعلاء والإلزام إلى معاني أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال كالاستعطاف والدعاء. أش كان فهمه؟ كان فهمه أن الأمر هو فعل طلب، هو طلب فعل شيء، فعل طلب فعل شيء معين، ويكون بسياق فعل الأمر أو المضارع مقرون بلام الأمر أو اسم فعل الأمر هل عليكم، أو مصدر نائب على فعل الأمر. وقد يخرج عن معناه الحقيقي لنفهم من خلال السياق أن الأمر هنا يا إما يكون للإرشاد، وإما يكون للالتماس، وإما يكون للتمني. وبينما هناك أسلوب آخر هو أسلوب النهي، ونحن نستنتج أن النهي هو دائما واحد الأداة، لا دائما في هذه أداة لا لكتكون مقترنة بفعل مضارع، والنهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، كتكون في الآيات القرآنية حينما يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقوم بشيء، وحينما يأمرنا أيضا أن نجتنب، النهي دائما في الاجتناب، أن نجتنب بها، نجتنب الأشياء المحرمة والتي يمكن أن تخرجنا عن منهجه وعن صراطه المستقيم. وأيضا حتى في النهي هناك نهي يفهم من خلال السياق إن دل على الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وهو كيكون مقترن، يفهم من سياق الكلام، وكيكون مقترن بالأحوال كالاستعطاف والدعاء. إذا القاعدة العامة يعني أقرأها لكم: الأمر الحقيقي هو طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، وله أربعة صيغ، وهي فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر. قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الحقيقي إلى معاني أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال كالدعاء والالتماس. النهي طلب الكف عن فعل على وجه الاستعلاء والإلزام، للنهي صيغة واحدة هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية الجازمة. قد تخرج صيغ النهي عن معناها الحقيقي إلى معاني أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال كالاستعطاف والدعاء والتمني. إلى اللقاء في حصة قادمة سنقوم بإنجاز تطبيقات صفحة 57 58، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.